فعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل ولي استفهاما أو حرف ندا أو نفي أنه جاء صفة أو مسندا، وقد يكون نعت محذوف حرف فيستحق العمل الذي وصف، وإن يكون صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد يرتضي فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل في فاعل قلل وفاعل وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل وانصب للإعمال تلو واخفض وهو لنصب ما سواه مقتضي وجر أو انصب تابعا لينخفض كمتغي جاه وما لما النهض وكل ما قبل الاسم فاعل وبصم مفعول بلا تفاضل وهو كفعل صغر المفعول به معناه كالمعطى كباب يكتفي وقد يضاف لا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الولع. اسم الفاعل ما دل على حدث وفاعله، ضارب يدل على ضرب ومن قام بالضرب، كاتب يدل على حدث والكتابة ومن قام بالكتابة، قال كفعله اسم فاعل في العمل، اسم فاعل يعمل عمل فعله، الفعل يعمل دون أي شروط لأن له أصالة في العمل، اسم الفاعل لا يعمل إلا بشرطين، إن كان عن مضيه بمعزله لا بد أن يكون دال على الحالة والاستقبال، أنا أقول إن كان عن مضيه بمعزله ليس هذا فقط، لا بد أن يلي ما يقربه من الفعل، ذلك استفهام مثل ما ضارب زيد عمرا غدا، لأن ما تقرب من الفعل لأن ما لفظ أن يلي الفعل ولي استفهاما، أو أضارب عمرا خالدا غدا، أنا أقول ولي استفهاما، أو حرف نداء مثل يا طالعا جبلا يا طالعا جبلا، قالوا يا ابن مالك، يا حرف النداء يقرب الكلمة من الاسمية، يقرب الكلمة من الاسمية، واضح؟ والاصل نريد في اعمال اسم الفاعل ان يكون قريبا من الفعل، قالوا لا يريد ابن مالك ان النداء يقرب من الفعل، لكن يريد ان يفيدك فائدة ان النداء وان كان يقربه من الاسمية لكن لا يمنعه من العمل، مع انه يجعله قريبا من الاسمية ويوغله في الاسمية لكن مع ذلك لا يمنعه من العمل، واضح؟ أنا قوله وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا مثل ما ضارب زيد عمر غدا، ما نافية حجازية، ضارب اسمها مرفوع على الضمة وزيد فاعل سد ما سد الخبر وعمر به الذي منصوب، الشاهد أن اسم الفاعل عمل لأنه دل على الحال أو الاستقبال وولي نفيا أو جاء صفة أو مسندة أو اعتمد على موصوف مثل مررت برجل راكب أبوه فرسا، مررت برجل راكب أبوه فرسا، أو جاء صفة أو مسندة، مسند لن يكون خبرا أو خبرا اللي كان أو خبرا لنا أو مفعولا ثانيا لو أن كل هذا خبر، أو جاء صفة أو مسندة مثل زيد ضارب أبوه عمر غدا هذا مسند، أو كان زيد ضاربا عمرا هذا مسند، إن الخبر كان مسند، أو إن زيدا ضاربا عمرا، أو أنت زيدا ضاربا عمرا مسند، وكذلك إذا كان حالا فإنه معتمد على صاحب الحال، تقول مررت بزيد راكبا فرسا، راكبا حال اعتمد على صاحب الحال، اعتمد على صاحب الحال، أو جاء صفة أو مسند، قال رحمه الله وقد يكون نعت محذوف حرف، قد يكون نعت لمحذوف فيستحق العمل الذي يوصف، قد يكون مثل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يوهنها وهوها قرنه الوعل، كناطح أي كوعل ناطح صخرة، فاعتمد اسم الفاعل على موصوف محذوف وعمل على مقولين، وقد يكون نعت محذوف حرف فيستحق العمل الذي يوصف، وإن يكون صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد صف، إذا كان اسم الفاعل صلة لل عامل في كل اسمنا عامل في الزمن الماضي، تقول جاء زيد الضارب أبوه عمرو أمس، لأن صلة ال لا تكون إلا جملة، الصلة تكون جملة والجملة تعمل دون شروط، واضح؟ أنا
يقول ويكون صلتان ففي المضي وغيره لما له قد تضي. قال تالله لا يذهب شيخي باطلا حتى أدير مالكا وكاهلا القاتلين الملك الحلاحلا خير ما عد حسبا ونائلا. القاتلين القاتلين اسم فاعل عامل في الزمن الماضي قتلوا مضى القتل هذا مروق قيس تكون وصف صريح صلة ال الموصولة صلتها وصف صريح هذا الأصل. وصناعات قيل فعلا مضايعا وصناعات ظرفا وصناعات جملة اسمية كلها مذكور عند قول ابن مالك ذلك وكونها بمعرب الأفعال قل. أنا أقول وقد وإن يكون صلة ألف في المضي وغيره ماله قد صدق رحمه الله فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل. قال هناك صيغ مبالغة خمس فعال فعال سمع سيبوي أما العسل فأنا شراب. قالت خنساء وإن صخرا إذا نشتوا لنحاروا نحار فعال وهي كثيرة مفعال سمع من كلامه إنه لمن حار بوائكها إنه لمن حار بوائكها فعول سمع من كلامه من قال قال إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج هيوج فعول تعمل عملا. أما فاعل وفاعل فهي أقلها فهما أقلها. سمع من كلام العرب إنه إن الله سميع دعاء من أجابه إن الله سميع أكثر وفعل أقلها. قال أتاني أنهم مزقون عرضي أتاني أنهم زيد الخيل يقول أتاني أنهم مزقون عرضي فعل. والكوفيون قالوا ليست عاملة لأنها ليست على وزن الأفعال وإنما يقدر لنا بعدها جعلا. إذا قلت زيد شراب أبوه العسل التقدير زيد شراب يشرب أبوه العسل تقدر فعل. قال لأنها خالفت أوزان الفعل ليس على وزن. أما اسم الفاعل فإنه على وزن الفعل ضارب فيضرب كاتب فيكتب كاتب حركة فالسكون فحركة يكتب حركة فالسكون فحركة عدد الحروف أربعة واضح. أنا أقول فعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فاعل قلل وفاعل قال رحمه الله وما سوى المفرد مثله جعل يعمل اسم الفاعل مفردا. تقول جاء رجل ضارب أبوه عمرا وتقول جاء رجلان تقول جاء رجل ضاربان أخواه عمرا على لغة كريم البراوي. في القرآن الكريم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فهن كاشفات ضره. أنا قلت قال الشاتمي العرضي ولم أشتمهما. قال عن ترات بن شداد الشاتمي العرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمي. أنا أقول وما سوى المفرد مثله جعل بالحكم والشروط حيث ما عمل يعمل إن دل على الحال أو الاستقبال واعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه موصول صاحب الحال وإن كان دل عمل مطلقا.